وانت شنو شغلك عمو؟ انا طالب جامعي. وياسر؟ مرحلة ثالثة. كل زين، يا وين يا كلية؟ هندسة تقنية طيران. ياك وشنو؟ طيران. ما شاء الله، يعني تدخلك مهندس؟ لا مهندس مال طيارة. بالضبط. بيتر. ولك حق تطير بيها ولا ما تطير بيها؟ لا بس اتشيك مال طيارة. تشيك مال؟ تشيك تشيك طيارة تشيك. تشيك مال شنو؟ تشيك تشيك. بعد قلت تشيك مال، تشيك مال قميص هذا. زين، وانت من تصلحها وتكملها زين تطلع تطير بيها لو مالك حق؟ لا انا مالي حق. زين انت مو الفيتر مالت المهندس؟ لا اي انا مهندس اصلحها بس مالي حق انه اطير بيها. شو بك على الطيران؟ زين يا انت من تصلح يا اللي طير لك اياها. مو انا اختصاص طيار واحد وانا مهندس واحد. هذيك شان بعد اكثر لو اقل لو من مستوى نفس الدرجه. لا هو اكيد اعلى من عندي. انا مهندس وطيار. وهاي شنو معهد كليه؟ كليه. وين صارت؟ الفراهيدي. احنا عندنا اهلي وعندنا حكومه مو؟ الاهليه. وش انا بعد قدرت تخرج؟ ايه المرحله الثالثه بقت لي مرحله ان شاء الله. طبعا تحياتنا لكل المهندسين اللي يصلحون الطيران، مو طيارات ولا اي شغلات يسمونهم؟ مهندس طيران. وايضا للطيارين ان شاء الله اللي يخدمون بلدنا، ايضا انتم هم خدمتوا. اكيد اكيد. يخدمون بلدنا ويوم ان شاء الله التعيين.